بعد ما حبسته. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. أكيد متحمس، ما يحتاج يا جماعة الخير في كل مرة أقول لكم متحمس لتكملة لعبة استري، لأنه بكل بساطة وصلنا لجزئية جدا مهمة، واللي هي زي ما أنتم شايفين تم القبض علينا من الحكومة اللي داخل اللعبة، يعني حنكشف الأسرار. وقبل أن نبدأ جماعة الخير تزبطونا بالاشتراك اللايك والأهم من هذا كله طبعا النشر، وعطوني رأيكم اللي شفتوه إلى الآن، وش تتوقعوا نشوف؟ خلونا نبدأ. أوكي أقدر أحرك ال أيوة حلو. لا وشوف حاطيني فوق موية، يعني حتى اختيارهم للمكان وسخ، فهنا واضح المكان اللي يعتقلوا فيه الناس اللي يبغون يكشفون سرهم، اللي ما عارف مين ورا الموضوع ذا. اوكي جيل السجن، البس المسجون، والله زمن. اعتقد يبغالي انط كمان زيادة ولدي، خلنا نشوف هنا ايش فيه. البس صار سريع بدون اللي على ظهره صدقوا. طيب ما يمديني اطلع من الجهة الثانية. ايوه قربنا هذه من هذه الى الان، امورنا طيبة يا حبايب. اوف مرة مكلبة، شوفوا كيف. والله ودي انقذك يا خويي بس ما نعرف كيف يا خويي. العلامة الصفرة دي يعني اطلع فوق. اوكي كمان هنا في احد ممكن نشوفه مسجون. طيب كيف انا حمر؟ اوه من هنا، من تحت من تحت من تحت. قتلوه، ما في راس، حسبي الله عليكم. وهذه صورته مسكين. اوه شوف في مكان، ما اعتقد يشوفوني، كانه ارقامنا بالعربية 8 6 8 شيء زي كذا. اوه رب، اتوقع لازم نطلع فوق ونكمل طريقنا على الجهة الثانية. اوكي هذه حصلناها. الحمد لله. طيب دحين ايش اللي حنسويه بالضبط؟ انا ماني عارف صراحة. اوكي اشرت لنا على المفتاح في الجهة الثانية. اوكي تمام، حجيب لك المفتاح. اوكي حتى هم حاطين الصور هذه. اوكي طريقنا من هنا. اي والله سجن يا جماعة الخير، شكله كان للبشر المفروض، بس ما اعرف كيف بقدرة قادر استخدموه الالين. طيب هنا المفتاح حصلناه في الغرفة الغريبة هذه، غرفة الحراس كانها. اوكي طلعنا من هنا، نرجع ثاني مرة بس نهرب انا وهي، بس نبغى الدرون. دقيقة احس المفتاح في يدي ترى، يلا ما في حساسات بس في الباب. تعالي من هنا. ايوه مديك تفك ذا الباب. اوكي فكته. يا ساتر ايش الدنيا المسلسلة هذه غريبة، ما في رجال شرطة، رجال السلام قال لك مسمينهم. او حابسين خوينا هنا. تعالي شوف خوينا الالي. اوكي والله ذي هرجة يا جماعة. في شيء صح؟ اوكي اي افكار؟ طيب قول لي ايش نسوي؟ ما ادري قولي لي ايش نسوي؟ لازم نجيب خوينا. الله يستر يا جماعة. درون ولا؟ ايوه درون. اوكي. ننزل من هنا. طيب. اوه قلبنا ميشن امبوسيبل. اتوقع ايوه اطلع من هنا. ايزي بيزي. انا بس يا حبيبي شوف الصور اللي حاطينها، ولازم اطلع فوق واختصر الموضوع. شكلها كيوت كذا البسه اكثر. ان شاء الله ما شافني، بس والله على بالي انه شافني. هنا هو ما يشوف.
بغيت انصاد بسرعة 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 بسرعة. اوكي ضغطنا الزر. تجمعوا عليه الخسيسين. صار بالاصفر. هم عارفين انه في واحد قريب منه. ايوه فرصة. فشخناه الحمد لله. اهرب اهرب اهرب. غريبة شالوا اللون الاحمر. اوف رجع يشوف هنا. يلا اقلب اقلب اقلب. يلا جيتك جيتك جيتك. شوف جبته. تنشط وصحي واشتغل الحمد لله. مسحوا لك ذاكرتك شيء لانه المفروض الحين هي ترجع له الذاكرة. علاقة حب صارت بيننا. اوه رجع اللبس على طول. نايس. يقول حسيت اني ثاني مرة مسكني اللاب حق الكمبيوتر المختبر. But you come back for me. يقول انت رجعت عشاني ماني قادر اصدق. انت صديق وفي او صديق كويس. تقول احنا كويس كويس انه احنا متجمعين بس دحين احنا في امان لازم نخرج. اوكي شوفوا كلنا الباب. هو شكله فيه بشر اثنين متضاربين مع بعض او هو اللي جاب العيد وسوى طفرة. هنا في طوب. خلينا نشوف. تعالي دفيني او استخدم الطوب والله ما ادري. ايوه فوق. يلا نايس. اوكي كذا اطلع. اوكي يلا نايس. على بالي بتدف الزبالة وانا اطلع بس خلاص كذا حلتها فعلا. حل منطقي. ليش نصعب الموضوع؟ اتوقع هنا بنحط ايوه هذا السويتش. اوكي نايس حصلنا السويتش يا جماعه. والي المويه قديش وسخه شوف كيف. اوكي قاعد تفكر انه احنا ندخلهم في مكان ونحبسهم. خلينا نشوف هذا نشوف يمكن يساعدنا. He was reported and I don't want to lose my memory. I am so scared. يمسحون الميموري هم هذه شغلتهم. الله يقطع شيطانكم عشان كذا ما عاد في معلومات طيبة. The recovery center has done to me greatest good. My mind is clear and في شيء ممكن اديه يتعدى المسكين. اوكي اقدر احبسهم هنا سواء من الداخل او من الخارج. اوكي هنبدأ نطبق الخطة لأنه هذا سد الباب. أيوة خش قفل الباب بسرعة. حبسناه. نايس. يلا تعالي ملعب كورة ذا كأنه صح. أي والله ملعب كورة. يلا فك الباب. في شرطي هنا بس يبغالنا نشوف حل من معاه. أوكي هنا واضح البرميل ده ممكن نستخدمه بس خلينا نشوف هذا. This poor fellow. No more emotion. No more self awareness. No more memories. يمسحون عواطفه يمسحون الوعي حقه ذكرياته كلها. Please let not get caught. يقول أرجوك لا تخلينا نتمسك. أوكي نايس. كنت حاسب حنطلع البرميل بس هذا مو شرطي. Get me in trouble. I only have 75 is left in them. I am free again. واضح انه كانوا ماسكينه. اعتقد حنسوي نفس الحركة بس هذه المرة بشكل معقد اكثر. في عندي فكرة. ولازم اوكي انتهينا من هذا. باقي لنا اخوه. كيف حنضيعه كمان؟ طيب وين راح اللي هنا؟ يبي يرجع من هنا. اذا جبتها لنفسك يا صاحبي بس انتبه ان شاء الله ما يطلع الثاني. بعد ما حبسته. القهر. القهر. الله حرام والله. انتهينا من الاول. خلاص انت بلمت هنا بس عشان اعرف. ولا هنا. اختار. ايوه. قفلنا الباب. حبسناهم كلهم الاثنين.
هيا تعالي. اوه خلينا نشوف هذا ايش عنده، يمكن معلومه ولا شيء يضيفه لنا. حتى هو بيخرج شكله. يلا اخرجوا. اوه ها ها ثريت واز فاني. يلا تعال خرجنا يا جماعه. اوكي الغريب انه كلهم درون، ما في شرطه. سي اليرت وي ار نت ان ذا كلير يت. اوكي يلا فك الباب. هنا في مدخل. دقيقه هذا فكينا لك الباب. The only way out of this jail I think can open it from that control room over there. We have to find way to get access the room. Tough, let's look around. اوكي المفتاح واضح انه جاي من، ما في الا من ذا الباب. وانا نشوف لنا طريقه كيف ندخل المكان ذا، فاتوقع ممكن من هنا. حصلت مفتاح. They left the key in the door. You should be able to jump over. اوكي حيحرك السياره عشان، حتحرك السياره عشان تقربها. يلا ايوه شكرا. اللمبه الحمراء يا اخي تخوف، تحس رعب. اوكي فكينا الباب. يلا بالسياره بالسياره بالسياره، سريع سريع. زقزق 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 زقزق. نايس يا جماعه نايس. وطلعنا. لا 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 والله تسوق ما شاء الله عليها. هربوا اعتقد من المصعد اللي اصلا خربان. لا لا كذا ما اتفقنا. لا لا says we must go outside at any cost. I wrote that. لا المفروض تجي معانا. طيب ما يدرون عنك، انت واحد مننا. Not everyone has to get the outside but one of us has. هذا اللي بيشغل القطار. I will keep you in my ram. A little outsider. في الرام اتوقع ذاكرة الرام او هذا اللي يقصده. والله ما يصير يا يا الله. يا ربي يا رب. اللي كان هنا حتى شرد، شو نسوي؟ لازم من التضحيات يا جماعة. أعتقد السلك نمشي وراه عشان نوصل للكهرباء ونشغله أو شيء زي كذا، لأنه لو لاحظت المفتاح عليه شعار القطار. أيوه اللي هنا. أوكي حنحط البطارية أول شيء. نيكو كروبريشن. ايش ذا آل اللي على اليسار؟ كذا الحين نرجع نشغل القطار بالمفتاح وحنمشي. ايوه وصلنا. يلا حط المفتاح ونشوف دحين ايش اللي حيصير. يلا تتوقعوا فين حنروح؟ اوكي كنترول روم، غرفة التحكم. شكله ما يمديني اطل ولا يمديني اسوي شيء. اوه وصلنا. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. مكان انظف ارتب. بسم الله فجعني. احنا فين؟ روبوت ما عنده اي وعي هذا. اوف مليان. والد سيتي. اوكي درج متحرك المفروض. بريزن مفروض يعني المدينة فيها مشكلة. هذا اللي طلعنا على برا وشوفوا الكوكب. Enjoy the world safest city. اوكي واضح انه رحنا مدينة جديدة ولازم نروح على الكنترول روم اذا احنا حابين نعرف الوضع. دقيقة. اوه شوفوا المدينة شايفين زي في سلندر فاكرين. اوكي هذا الكنترول روم هنا يا جماعة. أوه هذا اللي نحركه. أوكي شغله خليه يجيني هنا. We can open passage away. أوكي ما راح يفتح الباب إلا للبشر، فيبغانا نشوف لنا الطريق يدخلنا عليهم. طب تعال هنا تعال هنا تعال. أيوه هذا مكانك. أوكي دحين نخربش. خربشنا. هو من هناك خرب وانا من هنا خربت. اوه قفل علي. طيب يعني المفروض بنحصل بشر دحين. This is the control room for the entire city. The control everything from here and it's empty. هذا اللي يتحكم بكل شيء في المدينة وفاضي. They had everything. Clean space, live freedom to move, little good
to them. يعني كل شيء تمام. Everyone's dying and they thought they were above it all. They did nothing to help us. الكل مات أصلا. I watched my family die. I felt helpless. I couldn't do anything to save them. طاعون. But I can still help you. We can still go outside together. Carry the memory of humanity and the people I love. بيحمل الذكريات. أتوقع ماتوا بالطاعون. سمعته قال بلق. بس أنا ضغط بسرعة. أوكي. وشاف عائلته هي تموت. طيب أوكي خلينا نشوف كمبيوتر الأساسي وين أتوقع ذاك الكمبيوتر الأساسي. يقول بس أقل أقدر أساعدك إنك أنت تخرج وتشوف بنفسك العالم برا. الحق أخوان البسس. The main computer. أوكي يلا. No one has been here for years. على حسب كلام اللي مكتوب لهم سنين ما حد جاء أصلا هنا نهائيا. The whole city is stuck in lockdown cycle from long ago. If we disable it we should be able to live. إذا يعني كل العالم مقفل عليهم من فترة طويلة فلو خربنا أو عطلنا الميم السيفتي ذا المفروض أنه لازم نرجعه يشتغل. hold the data we need. كل المعلومات اللي نبغاها في الكمبيوتر. we need to turn them on. while do that I will look for password and encrypted key to get into the system. وأنا ما ظنت الموضوع بيمشي بذي السهولة يعني إنه هو بيقدر يشغل السيستم ويهربنا كلنا وتنتهي القصة كذا بذي البساطة. المهم يبغاني أدور على أتوقع شو اسمه كلمة سر أو هو يمكن عارف كلمات السر وكل شيء. خلينا نشوف برجع أكلمه. This long need to be turned on. طب تباني أساعدك في شيء. وبعدين لو تلاحظوا الكاميرات في كل مكان ماني مطمن لها لأنه ممكن يلاحقنا الوحش ولا ما أعرف الشيء الغريب ذاك اللي تحت اللي ما أدري شهرجته برضو ما عرفنا دحين إلى الآن إيش قصته. ويمكن يتحكم بالروبوتات ويقلبهم ضدنا بالذات الحمر هذول اللي برا واضح إنهم ضعاف زي تودع يا أخي. ما في شيء أقدر أفيده فيه. هو يشتغل لحاله. خلصت ولا لسه؟ This long grove community to be turned on. طيب من فين أشغله؟ أوكي داعس على الكيبورتات. أوكي معناته باقي اللي هنا. أوكي شغلناه كله. Good job my friend. يقول كويس اشتغل اخيرا. I know how to open the city. انا اعرف كيف نفتح المدينة. Something off here. حاجة off هنا. Maybe there's a way around it. في شيء ممكن نجيله من الخلف او نخدعه. اوكي شوف. Roof control station. System is locked. النظام قفل. To open that of security. في اكثر من شيء بيحمي السيستم. To do the best I will hack machine and you destroy some stuff. أنا ههكر وأنت كسر بعض الأشياء. كيف حتهكر هنا الأجهزة دي؟ لقيت في علامة طلعت تحت. أيوه نايس. أوكي فصلنا هذه وهنا يسوي هاك. في كمان واحدة ورا شفتها أنا. System is taking more than expected. يقول ياخذ أكثر من اللي أنا كنت متوقعه. قايل لكم. قايل لكم ما حيعد الموضوع على خير. نو لازم نستمر. طيب يلا 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 هنا هنا ايش هذا. حطينا هنا. ايوه فك فك يا سلام. اوكي دونت وري اي كان ريتش وانس اوبن نب ذا ورك ستيشن. اقدر اعالج نفسي مدري اعيد الشحن مجرد ما نفتح منطقه الشغل الورك ستيشن هذه اللي اتوقع هذا لازم كذا نجيله من الجهة الثانية. اوكي نايس. بعدين نجي من هنا ونفكها. بعدين نجي نقول له سوي هاك. اتوقع ذي الاخيرة. لا يكون مات علينا بس. I think this little bed is done for. It's okay we'll be right. Just carry me to the work site. We can disable that alarm. شيلني وما عليك حكون طيب. شكله بيموت. شكله بيموت انا كذا عندي احساس. يلا. نشوف دحين ايش بيسوي يا جماعة. We are safe. خلاص احنا دحين في امان. اتوقع بيفك السقف دحين الروف. listen في شيء ابغى اقول لك اياه. يقول انا عارف انه السيستم اوكي المهم انه حيقدر يفتح المدينة. override could destroy my software. هذا هو اللي انا كنت بقول لكم عليه. ممكن احتمال انه يفجر النظام حقه او يخربه يعني. With that chance when I hacked into the first computer and the concert could bring. اوكي ما احتمال كبير حيودع. I am sorry we'll not see the outside together. يمكن ما حيشوف ما في الان اللي حشوف. لازم يحمل الذكريات. future and companion and you. شفت المستقبل في الروبوتات هذه او. you take that off of you. you are my friend. the very best I could have asked.
يعني الأفضل صديق وأكثر يا ربي حيودع. طيب والمخلوقات هذيك إيش هرجتها؟ أعتقد سار مو مري بس ممكن نروح نوديه. معقولة كذا انتهت الرحلة لين هنا يا جماعة الخير؟ نحن بروح أجمع البسس أحضنهم. أبو الكيات يا جماعة الخير اللي زي كذا. نحن نشوف مفروض إنه يفتح السقف. Door opening please wait. وأخيرا الشمس دخلت عليهم. إن شاء الله إنها تقضي أول شيء على المعفنين، على المعفنين الفناطل ذولا. هم يكرهون اصلا الاشعه. ايوه قضت عليهم الشمس. نايس الحمد لله. يا سلام. اوه حتى الالات خربت لاحظته. معناته ذاك اللي كان يتحكم مات. العيون هذيك فاكرينها. واخيرا راح اشوف اخواني القطط. ولسه 19 كمان ما انفك ما انفكت البيبان كلها. 24 تخيلوا السقف كله ذا حينفتح. طب دقيقة خلنا اشوف لو اقدر اشيله. ما اقدر اشيله خلاص. ما في شيء نقدر نسويه يا جماعة الخير غير انه هذه المدينة اللي المفروض تحمي البشر من الشيء الغلط اللي ممكن يصير لكن تحول لمقبرة لهم للأسف بالطاعون اللي جاهم. خلينا نشوف لو يقدر يفك لي الباب. سيتي اوبن. اي والله فكوا المدينة اخيرا. كانها نهاية ليتل نايت مير فاكرين الجزء الاول تطلع من الماء. واخيرا نفس الفكرة. أخيرا بروح أشوف أخواني البسس. أوه دقيقة. يوه يا الحماس. يا سلام قاعد يشم الهواء المياو. والله من اجمل الالعاب اللي لعبتها. لطيف اللعبه بشكل كيوت. طيب خلاص. اوه ماي جاد شفتوا العلامه الاخيره هذه ما تبشر بالخير. العلامة الأخيرة يا جماعة. العلامة الأخيرة كذا انتهينا من اللعبة الرهيبة الأسطورية ستري. ما أعرف بس إيش يعني الشعار ذا أو العلامة ذي اللي أنا أقول لكم عليها اللي جات كذا تلميحة إنه السيستم ما زال واعي. السيستم ما زال شغال. لكن السؤال هل السيستم أبو عين العدو اللي كان يتحكم بالدرون وبالبوليس والحكومة ولا الشخصية اللي كانت معانا اللي كان أصلا بشري؟ هذا اللي ما راح نعرفه إلا لو كان في جزء ثاني من لعبة ستري. جدا استمتعت يا جماعة الخير وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معانا في المقطع ذا. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. لو في شيء مهم حتشوفونه. لو ما في شيء مهم تأكدوا أنه هذه حتكون نهاية مقطعنا اليوم. كان معكم احمد برام من قناه فيديو جيم فور عرب. يعطيكم العافيه على المتابعه. يعطي سلطان كمان العافيه على الايديت للمقطع او للسلسله هذه. اشوفكم ان شاء الله في سلاسل العاب ثانيه. اكتبوا لي اقتراحاتكم لو عندكم اقتراحات. تظبطونا بالاشتراك اللايك النشر. مع السلامه.